وبالتالي لازم المجهود هذا قررت الوزارة أنها تواصل العملية تاع الزراعة هذه تاع السجم الزيتي لأسباب عديدة، والأهم الأسباب اللي هو تقليص فاتورة الواردات في خاصة في في الزراعة الصناعية. كما تعرفون أنتم برنامج رئيس الجمهورية جاء في هذا الإطار اللي هو زراعة المنتوجات الصناعية، البنجر السكري، السجم الزيتي. جات هذه العملية خلال ورقة الطريق تاع 2024. كانت التجربة تاعنا العام الفات مع السجم، حيث انه كنا غرسنا 4 هكتارات، كان معدل يتروح بين من 17 حتى 18 قنطار في الهكتار. احنا ما كناش نقيسوا شحال جبنا، احنا قيسنا اول شيء كان همنا تاعنا نعرفوه السلجم واش يكون، لانه جديد في عندنا في الصحراء. والحمد لله انا بالنسبه لي تجربه ناجحه، وان شاء الله سنحن نوسعوا من 4 هكتارات ل 15 هكتار. وبصفتي كمستثمر انا نشوف فيها مليحه، خاطر احنا نحتاجوه في الدوره.